طيب تقدر. بس في حالات انت بتستخدم فيها ادويه او يعني في كورسات علاجيه من طيب. ضمن المنظومه بتاعتي بالظبط كده من ضمنها. طيب فطبعا بيجي سؤال الادويه دي ليها مضاعفات، الادويه دي انا خايف منها، لا 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 انا خايف اخد الدواء ده، فبتطمن بقى الحالات ازاي؟ طيب هو ليهم حق يخافوا طبعا لان الادويه في منها كتير، في منها كتير قوي، في ماده اسمها السايبوترمين تلعب على المخ والكلام ده. معلش انا قطع بس في ايه موضوع اصل الاجهزه اهي دي الاجهزه اللي احنا كنا في السؤال اللي فات صح؟ ده المستوى 36 النانو تكنولوجي اللي خلصني من مناطق معينه في جسمي زي البطن والارداف والذراعين. سوري القطع كلامك بس علشان الناس تبقى شايفه ان في اجهزه لمناطق معينه. صحيح، ومفيش جهاز بينزل مصر والشرق الاوسط حديث الا ويكون بفضل الله، مش عايز اقول من الاوحد في مصر، لا لا من اوائل الناس تبقى عندي، يبقى اللي لازم ما كنتش الاوحد كمان بالظبط، عايزه جهاز يعني. اخر احدث موديل، احدث حاجه في التكنولوجيا بتاعه تخسيس الجسم، هروح لدكتور وليد. الحمد لله رب العالمين لان احنا بنهتم قوي بالحالات بتاعتنا وعمرنا ما ندخل عليهم باي حاجه. الاهتمام بالتحديث ده مهم جدا، الابديت ده مهم جدا، التحديث ده اهم شيء. فحته الكورسات الادويه لا طبعا حقهم، لان طبعا في ادويه كتير جدا بتبقى بتلعب على المخ، بتلعب على الجهاز العصبي المركزي. احنا طبعا الحمد لله يعني بعيد عن القصه دي خالص، يعني حته الصيني وشرق اسيا والكلام ده يعني ما عادش خلاص، يعني احنا الحمد لله كله شغلي كله حالاتي تافهه يعني تشهد عليا وبقوا فاهمين الكلام ده. خلي بالك ما بشتغلش غير على براندات بس، براندات هاي كواليتي، حاجات فعلا براندات كلها ناتشورال، مستخلصات نباتيه طبيعيه 100%. تعمل تصغير في حجم المعده، تديني احساس بالشبع، تعلي الحرق جدا، تكسر الدهون تحولها لطاقه داخليه، تكسر الدهون البيضاء الضاره وتعلي من الدهون البنيه اللي هي النافعه، يعني اذا ما فيش اي اثار جانبي الا حاجه واحده بس، دايما عطشان، دايما ريقي ناشف، ودي ميزه وليس عيب. كويسه هتوصلنا لل 3 لتر ميه اللي حضرتك بتقولها. احنا قلنا من شويه ان الميه ايه مهمه في زياده الحرق، اذا هي منظومه كامله عباره عن دايت امن متفصل للحاله، مش اي دايت وخلاص. طبعا مبني على الكشف الاولاني بتاعنا تمام، مع كورسات ادويه امنه جدا، منظومه علاجيه تحافظ على البشره والشعر، تعلي حرق جدا، مع كمان التزام بعدم السهر، اخرنا الساعه 12 بكتير قوي، مع التزام كمان بخمس وجبات في اليوم وليس حرمان من الاكل. تمام. معلش حاجه بقى كمان، تفضل. ايه دور الدايت والتخسيس والاجهزه والادويه دي كلها في تاخر الانجاب مثلا؟ يعني تاخر الانجاب بتيجي الست بيكون عندها امل ان لما هخس هحمل بقى على طول. تمام. فقول لي كده دور الموضوع ده. طيب. اولا كده الموضوع من اوله يعني. لما يبقى في ست أو البنت يعني بيبقى عندها زيادة في الدهون الثلاثية اللي هي الدهون المتكيسة في مناطق في جسمي زي البطن خاصة يعني والأرداف، ده بيحصل تغيرات في الهرمونات. تمام. فيؤدي إلى حدوث تكيسات في المبايض. لما بيحصل تكيسات في المبايض ده لوحده كفيل إن بعد كده البنت لما تيجي تتجوز بعد كده بيبقى في تأخر في الإنجاب، نظرا لأن الهرمونات مش مظبوطة، كانت فالوب مضغوط عليها جدا بالدهون اللي حوالين البطن فمأخر حتة التخصيب فبينتج تاخر في الانجاب. طيب احنا كدورنا ايه بقى؟ اولا بيجي لي ريفيرد كتير او تحويل كتير من دكاتره النساء والولاده. تمام. بيبقى كاتبين لي ريكوستات ان هم عايزين الحاله تخس وتخس مش وزن بس، لا مع الدهون، تخلص من الدهون على البطن بالذات. طيب احنا دورنا ان احنا ندي دايت يكون امن جدا للحاله مع كورسات ادويه مناسبه للحاله. إذا مفيش تعارض بين كورسات الأدوية وبين الحالة اللي هي بتاعت الإنجاب، لا بالعكس احنا بنساعدها، لأن أنا لما أنزل دهون الهرمونات بتتظبط فيبقى في إن شاء الله إنجاب سريع، مع الأجهزة اللي على منطقة البطن بتبدأ تنحت يا فندم الدهون اللي على البطن، فيبدأ الدهون تخرج بره الجسم عن طريق النفس زي ما احنا شايفين كده مثلا والبول والبروز. الحالات اهي السيدة فعلا كانت بتعاني على فكره من تكيسات مبايض، هي بنوته بالمناسبه كانت بتعاني من مشكله في تكيسات مبايض، والحمد لله نفس الحاله اللي احنا بنتكلم عليها ده حقيقه فعلا، فالحمد لله احنا خسينا مع بعض وزن مع دهون في البطن عن طريق الاجهزه. فعلا يا فندم ما عادش في تكيسات مبايض، انا عندي اجهزه بتعالج مريض الضغط، مريض السكر من النوع الثاني، ومريض وست او البنت عندها تكيسات مبايض او الستات اللي عندها تاخر في الانجاب. اذا يا فندم احنا بيبقى عندنا دايما اثنين عين، عين على النتيجه وعين على الامان. احنا الحمد لله عندنا كل الوسائل، هي منظومه طبيه متكامله علشان صحتنا. صحيح، ومفيش كورس واحد وغير تكيس المبايض كمان، يعني اظن ان هي برضو اخف هتبقى طبعا. يعني مقبله على الحياه بشكل ثقه بالنفس يا فندم، بحط ايديها في وسطها. ايوه بالظبط كده، تلبس اللي عايزاه براحتها ومفيش مشاكل خالص. دايما اقول ان مفيش كورس واحد او منظومه واحده
مناسبه لكل الحالات. احنا الحمد لله عندنا يعني اكتر انا بصراحه من 25 جدا مدرسه من النتيجه في الصور صور رائعه يعني بصراحه يعني النتيجه في الصوره الفرق بين بص بقيه الحالات يعني احنا معانا كذا حاله بصراحه. نعم اللي كان معانا الحلقه اللي فاتت ايوه تمام الحمد لله فندم الثقه بنفسي بتزيد جدا اكيد لان بيشوفوا حياه ورديه خرجناهم من قفص السمنه اللبس بيختلف الوقفه قدام الكاميرا مختلفه. والله فندم دايما اقول التخسيس عباره عن حاجتين يعني الدكتور الشاطر يقدر يوفق بين الاثنين تخسيس جمالي وتخسيس صحي فاحنا الحمد لله بنوفق بين الاثنين مع بعض الحمد لله وهو ده بقى اللي بيجيب البسمه في الاخر صحيح صح كده الحمد لله. في بقى من ضمن الاسئله اللي معانا انا هاخد الدايت بتاع صاحبتي ورقه الدايت اللي الدكتور اداها لها او في دايت بيند ده في جروب تخسيس على الفيسبوك واحنا قاعدين مع بعض وبنكتب ورق صحيح ايه ده مش عارف ده مش عارف ده ايه بصراحه وضعك ايه بقى يعني طب يعني انا شايفه ان يعني الحاجات الغلط او ان احنا مثلا حد قال لحد كمان على دواء من الصيدليه غلط غلط ليه بقى هو ليه المرض الوحيد اللي بيتعالج عن طريق النت هو مرض السمنه يعني دايما نعمل سيرش كده علاج سمنه ما شفتش والله شفتش حد بيعمل سيرش مثلا علاج سكر علاج ضغط علاج تكاسات مبايض علاج عظام علاج رمض بعض يعني والله بس علاج رمض تمام وهو في الاول في الاخر مرض يا جماعه ده مرض خطير وعايز اقول لحضرتك ان هو اهم من كل الامراض اللي احنا ذكرناها لان مرض السمنه هو اللي بيجيب 44 مرض بالظبط هو مسبب لامراض ثانيه ده حقيقه يعني فاحنا لازم يا جماعه يعني نحترم شويه المرض ده لان هو في مصر في تزايد مستمر وده معناه ان احنا ماشيين في اتجاه غلط فلو سمحتم الحالات لو سمحتم مش كل واحد مش على دايت ولا اخد كورس دواء من حته جاب معاه نتيجه معناه ان حضرتك هتمشي عليه انا ممكن اختين توينز يخشوا لي في كشف واحد هي تاخد دايت وكورسات ادويه والتاني تاخد حاجه ثانيه غيرها خالص يبدلوا مع بعض ولا تجيب نتيجه ولا تجيب نتيجه ليه؟ لان كل شخص غير التاني